أهلا بكم من جديد. كشفت هيونداي أخيرا عن سيارتها إلانترا 2016 الجديدة كليا ضمن حدث خاص في كوريا. وتعد إلانترا الجديدة كليا الجيل السادس أطول ب 20 ملم وأعرض ب 25 ملم من الطراز الحالي أي السابق، وهذا يعني أن مقصورتها الداخلية أصبحت أوسع وأكثر رحابة من السابق، كما وجهزت بمواد داخلية ذات جودة أعلى وذات ملمس أنعم. وقالت هيونداي إن إلانترا الجديدة حصلت على نظام تعليق أفضل ليؤمن راحة أكبر وتحكماً أفضل من إلانترا الحالية، كما وتم تحسين نظام التوجيه ليصبح التحكم بها أكثر نعومة وثباتاً وتجاوباً أسرع بالتأكيد على عدة سرعات. وستتوفر إلانترا في السوق الكورية بعدة محركات، منها محرك 4 أسطوانات بسعة 2 لتر وبقوة 147 حصان، ومحرك بسعة 1.6 لتر بقوة 130 حصان، بالإضافة إلى محرك 1.6 ديزل بقوة 134 حصان. وتتصل المحركات بصندوق سرعات جيربوكس يدوي من 6 سرعات أو أوتوماتيكي سداسي السرعات، أما محرك الديزل فسيحظى بصندوق سرعات مزدوج التعشيق من 70 سب. الجدير ذكره أن اسم إيفانتي يطلق على هذه السيارة في كوريا الجنوبية فقط، بينما تسوق في جميع أنحاء العالم باسم إلانترا. ولا تنسوا أحباءنا الاشتراك في قناة المربع نيت على يوتيوب. إلى اللقاء.